واحدة بتقول عندي 30 سنة كنت مخطوبة من 6 سنين لواحد كنت بحبه، وبعدين ابتدت تحكي المشكلة طويلة باختصار كده ان الخطوبة اتفكت لانه لم يستطع ان يوفي بعهده في ايجاد شقة، فالاهل خدوا موقف وهي ما منعتش موقف اهلها، وبعد كده هو خطب، وبعدين هي كانوا اصدقاء وما فيش اي حاجة، وبعدين ابتدوا يتكلموا مع بعض وقابلها وهي كان عندها جوع عاطفي قوي قوي، فلما قابلها لما قابلته بعد فترة يعني طويلة 6 سنين في الآخر حضني وبسني من خدي. قدسك أنا عارفة أن ممكن بعض البنات تكون شايفة أن ده عادي، بس أنا ما انبسطتش خالص من اللي حصل، حسيت بعدم راحة رهيب، حسيت أن في حاجة غلط، قعدت أصلي كتير بين الإحساس ده اللي مسيطر عليا، أنا اتقفلت ومش عارفة أعمل إيه، وكل شوية بفكر فيه وأقول يا رب يعني لو كان لسه موجود من الأول وما فكناش الخطوبة مش كان ده يبقى أفضل؟ هو ابتدى يبعد عن ربنا بعد ما كان بيخدم، وبقى يشتغل مع باباه، وبقى يشرب شيشة ويقعد على القهوة، هو محتاج برضو يقرب من ربنا ومحتاج يكون معاه. قعدنا نتكلم في مكان، ودي حاجة نادرا ما حصلت أيام الخطوبة، وقال لي إن هو متلخبط، لسه بيحبني بس برضو أوقات بيفكر في خطيبته اللي خطبها بعد ما سيبنا بعض. فقلت له اللي انت عايزه أعمله، حاولت أكون معاه من بعيد لبعيد، بس كل ما أحس إنه بيكلمها بتعب قوي، قررت إني أبعد عنه عشان ما تلخبطش. أنا تعبانة جدا جدا، أنا لسه في مشاعر ناحيتي. بص يا بنتي، هو في لخبطة. أنت قلتي تعبير حلو قوي قوي، إن أنا عندي جوع عاطفي. الجوع العاطفي يسموه جوع استحواذي. عارفين لما الفكرة تسيطر على الإنسان؟ أقول لكم يعني استحواذ، يعني مثلا الساعة 11 الصبح وانت فكرت إنك عاوزة تجيبي بلوزة مثلا، وتبر ممكن تجيبيها بكرة الحقيقة، يعني انت عندك 15 واحدة في الدولاب ومش مستنية دي تنزلي بيها الحقيقة، بس تلاقي الفكرة سخنت في دماغك وزنت عليكي، اتصلت بواحدة صاحبتك ما لقيتيش، اتصلت بواحدة صاحبتك تانية بتصير كانت ماما تنزل معاك ما تصيرش، لبستي ونزلتي لوحدك، مش قادرة هجيبها دلوقتي هجيبها دلوقتي. ده اسمه استحواذ. اوقات بتحصل مش كده، تلاقي الواحد سخن في حاجة كده سيطرت عليه، لبسته يعني سيطرت عليه. الجوع العاطفي يخلي الانسان في الحالة دي، لان الجعان ليه كل مر حلو. يعني لما الواحد يكون جعان ما بيدققش ياكل ايه، هاكل اي حاجه، ما بياكلش اكل غناوه، بياكل اكل جوع. وبعد ما ياكل طبق الواتيفر، يعني لان كل نعمه ربنا حلوه، انا بحب العدس اكتر من اللحمه، فانا هنفترض يعني بعد ما اكل العدس قالوا له احنا جايبين كباب، يرجع يحصل يقول ايه، يا ريتني ما اكلت، ما انا معدتي مليانه ومش قادر. علشان كده لما بيكون في جوع عاطفي بيخلي الانسان يتنازل تنازلات في غير مكانها، على مستوى الجسد، على مستوى الاحتياج، على مستوى ان ممكن ما يكونش اللي قصادي مناسبني، وتدهور جدا وبعد لرا عن ربنا وبقت حياته مختلفه عن حياتي، ولما حصل تجاوز انا ما ارتحتش بس مش عارفه عايز اعمل ايه. اللخبطة دي معناها إن احنا تحت حاجة اسمها استحواذ الجوع العاطفي. أي إنسان في حالة جوع ممكن ياخد قرار غلط، لأنه هياكل أي حاجة قدامه بصرف النظر تجيب له مغص بعد كده ولا لا. الحل إن احنا نشغل وقتنا وننتهر الفكر، ما تخليش فكرة إن أنا عندي 30 سنة تخبطك وتوجعك وتحطمك. كل شيء تحت السماوات لها وقته، لكن انت اتحرري من هذا الجوع واتحرري من العلاقة دي. وبعدين هل هو ظروفه اتحسنت؟ هل فعلا يقدر يتقدم تاني؟ وبعدين اوعي تربطي انه لما نرجع لبعض هيرجع لربنا. It doesn't work like that. ما بتمشيش بالشكل ده، لازم يرجع لربنا الاول ويكون اختياره الله ثم انت. لكن بلها صدقيني أنا مستني اللي يشجعني، أنا من جوايا إنسان طيب أوي، عارفة الشيشة دي لو لقيت حد يشجعني ما
من بكره بطلها. عارف السجاير دي لو ليه حد بطلها مش عارف ايه. انا وانتوا عارفين ده كله ايه، يسموه كده في لغه الشباب اسطوانات. يعني اسطوانات يعني ما بتحققش. اللي عاوز ربنا بيروح لربنا من اجل الله ومن اجل الابديه، ليس من اجل انسان. لان لو الانسان ده حصل له حاجه في وسط الخطوبه، اتخبط جات له حادثه وربنا ما ردش الموضوع، اروح قالب على ربنا، لان كانت علاقتي مع ربنا علاقه مصلحه او علاقه شرطيه، وبالتالي هو يرجع لربنا. دي علامه. نمره اتنين، ظروفه تكون اتحسنت، ده علامه قدر يتقدم تاني. ممكن تقنعي اهلك، لكن الحاله اللي انت فيها دي حاله استحواذ عاطفي، ودي عاده تقود لقرارات مش سليمه، لان شاف في حاله تدهور مش حاله نمو.